كشف هوية عريس ياسمين رئيس. اتعرف على ياسمين رئيس منذ فترة وخطبها في السر. فمن هو؟ هو أحمد عبد العزيز، رجل أعمال ومدير مالي بشركة عقارات كبيرة جدا، وبيعمل باستكشاف الموارد المعدنية. أحمد عبد العزيز رجل الأعمال كان متزوج من الابنة الصغرى للفنانة رغدة، ويتعرف على الفنانة ياسمين رئيس. والأسبوع القادم إن شاء الله هيكون الزفاف اللي استعدت له ياسمين رئيس وعملت حنة، ولكنها برضو لم تكشف عن هوية العريس المستقبلي، بس احنا كشفناه.